بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الاسم زياد كرم، كل الناس بتعرفني بهولد ريجارد على فيسبوك، يوتيوب، تويتر. المهم في الوقت الحاضر دمي عم بيغلي. ليش؟ هقول ليش. لأنه وحدة متخلفة، مش هقول عنها مسلمة، متخلفة عقليا، وحدة منقبة دخلت على محل بالبحرين، في البحرين، في منطقة سياحية، في محل خاص، وبدأت تكسر ال شو اسمه الستاتشوز. بنسى كلام بالعربي، المشكلة ان انا بحكي عربي بس بنسى كلام كتير. المهم، اولا يا متخلفة، ليش لابسة نقاب؟ انا اتمنى ان شاء الله لو ما دخلتيش السجن بعد اللي انت عملتيه، ان تتفرجي على الفيديو هيدا ان شاء الله الفيديو هيدا يوصل لك يا متخلفة. انا بتحداكي تلاقي لي كلمة نقاب بالقرآن الكريم او الاحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. مش راح تلاقيها. اولا النقاب بدعة، يا اهل البدعة، انتوا اهل البدعة، كل المنقبات اهل البدعة كلكم. ان شاء الله يكون من اهلي، ما فرق معي، انا بقول صراحة. المهم هذه الاولى. نمرة اثنين، وين انت موجودة؟ بالبحرين. البحرين عبارة عن جزيرة وفيها حرية، فيها سياحة، مثل مثلا القصير، شرم الشيخ، الغردقة، وهكذا. بعدين انت نمرة ثلاثة، انت دخلة على محل جوا المنطقة السياحية، انت وصاحبتك المنقبة الثانية المتخلفة الثانية اللي عم تطلع فيديو، والله اعلم شو بتعمل، وعم تشتموا وعم تكسروا حاجات المحل. ماشي اوكي، هدول حرام، بس مش لإلك، لإنهم هني. ولا انت ناسية سورة الكافرون شو بتقول؟ ها؟ ولا انت ناسية انه رسول عليه الصلاة والسلام قال انه يعني ممنوع تلمسوا اي شيء من الكفار. طبعا لما رسول عليه الصلاة والسلام لما اخذ مكة دمر كل شو اسمه، كل الستاتشوز، ال 360 هوبال وهكذا وكذا. ماشي، هيدي مكة، هيدي الكعبة، اوكي ماشي، عرفنا هلك ايام الرسول عليه الصلاة والسلام. انت موجودة بمنطقة سياحية، وين؟ جوا محل كمان. فلو ما دخلتيش السجن، انا اتمنى تدخلي السجن. واحد يقول لي حرام تقول عن اختك، لا، هيدي واحدة متخلفة، هيدي واحدة اكستريم بالنسبة لي، هيدي منا مسلمة، هيدي واحدة الاسلام يعمل ومسجد. لك انتوا اللي بترجعوا الاسلام لورا 100 سنة. عالم مثل هيك، تخلف مثل هيك، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ماشي. المهم، for those who didn't understand, I am reprimanding this stupid, in inverted commas, Muslima, this extremist Muslima, that she entered a private shop in Bahrain, which is in a touristic, you know, places of tourism, such as Qusair or Sharm el-Sheikh, etc., etc., and she started destroying the statues. There is religious tolerance and freedom in Bahrain. These are not the times of the Prophet. What are you doing? And she's wearing a niqab, which I previously made a video against the niqab, and I proved that the burqa, I proved that it is bid'ah, it's innovation. If she doesn't go to jail, I hope that she watches this video. Stupid, absolutely, retarded, extremist. Anyway. Take care, everybody. Stay safe. The virus that everyone's talking about is fake, etc., etc. This is Beholder Guard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sorry, I'm pissed off. I made this video in anger.